وبعدين؟ وبعدين ايه يا استاذ دوله؟ بقالنا دلوقتي 5 ايام و14 ساعه و23 دقيقه مفيش زبون هاوب ناحيه المطعم. بص بقى يا استاذ دوله، انا حاسس الناس عندها حساسيه من المطعم هنا. في حاجه بتخليهم ما يهوبوش ناحيه المطعم، وفي حاجه تانية بتخليهم ما يهوبوش ناحيه المطعم. قصدك ايه يعني؟ قصدك ان الواد ميزو نحس المطعم؟ ايوه بالظبط كده، في نحس في المكان ده. انا من الاول كنت شاكك ان انت السبب في كل وقف الحال اللي احنا فيه ده يا ميزو. ايه ده؟ معقول هتصدق كلام الواد المخبول ده؟ بس انا ما اقصدش الواد ميزو. امال تقصد مين؟ اقصد حضرتك. انا نحس وانا اللي بخلي الزبائن بس يلا اهبل يلا بس يلا. استاذ عادل بقى، طب تفسر بايه انه طول ما حضرتك قاعد هنا في المطعم مفيش ولا زبون عايز يهوب ناحيه المكان، واول ما حضرتك بتروح الزبائن بتبتدي تهل زي النمل؟ يا سلام، ده كلام اهبل، ده ايه العبط اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ ازاي انا ما خدتش بالي من الموضوع ده قبل كده مع انه تخصصي؟ بس يلا بس يلا انت وهو يلا، قال طول ما انا قاعد ان هو ما فيش زباين بتيجي، واول ما امشي الزباين بتهل. يعني اول ما انا يا الواحد حاسس ان هو تعبان، الواحد لازم بقى يريح شويه. ها هروح انا يعني اريح عشان تعبان. سلام عليكم، عايزين حاجه؟ لا مش عايزين حاجه، ماشي سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز 15 سندوتش فول و18 طعميه، احسن لو مالي معايا جعانين قوي. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ انتوا متفقين معايا انا انت وهو انا؟ اتفقوا معاك ولا ما اتفقوش معاك؟ يظهر ان في مشكله هنا، انا همشي انا وابقى اجي وقت تاني اخد السندوتشات. سلام عليكم. عليكم. ايه ده، انتوا اتفقتوا معاه؟ اتفقتوا معاه؟ عاجبك كده بقى يا استاذ دول؟ اديك طفشت الزبون اهو. مش حضرتك قلت ان انت هتروح البيت تستريح؟ انا بس انتوا كنتوا قايلين لهم ما نخرج. انا فعلا تعبان، انا هروح ريح يعني. بس هو كان دي ممكن تبقى صدفة يعني. ماشي سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ده، لا انت بتستهبل، انا انت وده بتشوفين معاه مين؟ سلام عليكم. مش نحس، انا مش نحس. لا لا لا، انا مش نحس. عادل عادل، مش نحس. انا عادل. عادل في ايه يا عادل؟ مالك يا حبيبي؟ يا في ايه ده، كان كابوس غريب. يا عادل، ما انا 100 مره اقول لك يا حبيبي بلاش نوم الكلوله ده اللي انت بتعمله كل يوم، هو ده اللي بيجيب لك الكوابيس. بطله. كلوله ايه؟ اسمها قيلوله. وبعدين راجع من الشغل تعبان، فانا قلت قايل لي شويه يعني ما حصلش حاجه. طب هو انت حلمت بايه؟ لا حلم كده عدى يعني، بس مش مهم، ما فيهوش حاجات مميزه اقدر احكيها يعني. خلاص انت حر، انا غلطانه اصلا ان انا بسال. رانيا، هو في حاجه صحيح يعني اسمها نحس وممكن حد ينحس حد؟ هو انت بتسال السؤال ده ليه عادي؟ لا ما فيش، ليا واحد صاحبي اصله عنده محل يعني، وفي 2 شغالين، فيعني بيحس ان هو المحل منحوس وحاله واقف، وبيته كمان حتى يعني في حاجه مش مظبطه. فهمتك. بص بص يا عادل، بص انا يعني انا على ما اذكر وانا صغيره ان انا كنت بسمع ان الحظ الحلو ده ليه ناسه، وفي نفس الوقت عكسه كده النحس برضه ليه ناسه، واكبر دليل على النحس اللي احنا عايشين فيه في البيت. يعني ده ليه ناسه وده ليه ناسه طبعاً. يعني ازاي يعني؟ عندك انا مثلا، انا منحوسه من ساسين راسي، كل ما ابتكر طبخه او احاول حتى اعمل من الطبخات التقليديه التراجيديه دي اعك فيها وتطلع وحشه، على الرغم ان انا ماشيه على الكتاب ابلة نظيره بالملي. ابلة نظيره؟ ما اكيد العيب فيك انت، اكيد مثلا وانت بتبصي في الوصفات اللي في كتاب ابلة نظيره الهوا طير صفحه فحطيتي حاجه من حاجه، لكن ده ملوش علاقه بالنحس. ما علينا ما علينا، خلينا فور اكزامبل ياسمين انا مقطعه نفسي مذاكره معايا عادي يا عادل، انا شعر راسي بيقف من كتر ما انا بحاول اشرح لها علشان تجتهد، وفي الاخر بتجيب درجات وحشه موت. ايوه ما يبقى العيب فيك انت بقى يا رانيا، انت مش عارفه تذاكري لها كويس، يبقى انا ماليش دعوه. هو انت حد جاب سيرتك يا عادل؟ يا حبيبي انا بتكلم على النحس. اقول لك على مثل تاني، اختك سناء كل ما يجي لها عريس وتبقى معجبه بيه وتيجي انت تقعد معاه العريس يطفش، تفتكر ليه يا عادل؟ تفتكري ليه؟ وبعدين هذا سعداوي بتشوف لك حل في الموضوع ده؟ ما هي دي القهوه اللي كانت بتشغل زباين. هنعمل ايه بس يا معلم؟ الخير على قدوم الوردين. مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا، ازيك يا سعداوي؟ عامل ايه يا استاذ عادل؟ يا مالك بتكلمني بتناكه كده ليه يا في؟ يالا، هو ايه المعلم رقاك بقيت رئيس صبيان القهوه ده؟ انت مفيش غيرك يالا. رقاني؟
هو طول ما بنشوف الزباين الفقر يا استاذ عادل حل هينصلح. هم فين الزباين دول؟ ده مفيش غيري يا ابني، دي القهوه كلها بتنش. لا لا ما يغركش يا استاذ عادل، ده ممكن يبقى واحد بس جبار جبار. قصدك ايه؟ لا ما اقصدش يا استاذ عادل، هي القهوه عجبك. انا عارف، بتحس انه بن زباله. انتوا جايبين البن ده منين يا؟ طب انت عارف يا استاذ عادل الكافيه اللي جنبنا؟ عارفه، اللي حاجته غاليه ده ماله؟ بيعمل قهوه تجنن. جربتها قبل كده يا حلوه، بس لا يعني والبن ده حلو مش بطال يعني بطال. استاذ عادل انا خايف على صحه حضرتك، صدقني البن ده مغشوش. مغشوش؟ فعلا تحس كده ان هو ايه، سوداني مزرنخ ومحمصين وبتاع يعني. بص روح هات لي حلب حصى. الحصى مش حلو عشان كليتك. خلاص هقعد بقى ما اشربش حاجه. القعده برضو مش حلوه عشان حضرتك يا استاذ عادل. طب انت عارف الحته اللي حضرتك قاعد فيها دي بالذات؟ دي بقى فيها مثلث بلامودا. بلامودا؟ واي حد بيقعد فيها بيختفي. ايه يا ابن الكلام الفارغ ده؟ ماشي هقعد في اي حته تانيه، وهات لي القهوه والميه. هات لي القهوه. لا لا لا، طب الحته دي بقى بالذات يا استاذ عادل جالها قرار ازاله النهارده. جلاله سعداوي، في انت مش عايز نقعد في القهوه ولا ايه؟ بصراحه بقى يا استاذ عادل دي اوامر المعلم. معلم هو اللي قالك ان انا ما اقعدش؟ ماشي. ايه يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ بصراحه يا استاذ عادل الواد ابراهيم والواد معتز صبيانك كانوا هنا من شويه وقالوا لنا على كل حاجه. ايه قالوا لكم على ايه؟ قالوا لنا انك نحس وبتنحس عيوتها مكان بتتواجد فيه. تواجد فيه؟ طب وانت بتصدق حاجه زي كده انا معلم؟ وقد شهدت شاهدا من اهلها عادل بيه. بصراحه بصريح العباره كده انا كنت بحس بكده من زمان، بس كنت بكذب نفسي. بكذب نفسك؟ وايه اللي خلاك تصدق نفسك دلوقتي يا معلم؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ طب ما انا على طول باجي لكم يا معلم، ومن زمان باجي لكم وما كانش في اي حاجه، ايه اللي يخليك تصدق حاجه زي كده؟ المطلوب منك انك انت تدور لك على اي قهوه تانية، ويستحسن تكون قهوه في منطقه تانية، لان كل القهاوي بلغوا امرك واصبحت مش مرغوب فيك في عيوتها. ايه الليله الكبيره؟ انا صاحب اللي ماسك الفتل بس من فوق. ماشي يا معلم، بتطردني من القهوه بتاعتكم ماشي، بس انتوا القصرانين. ماشي. ماشي يا بشر، ماشي يا ناس، ماشي. سامحنا يا استاذ دوله، سامحنا. اسامحكم؟ بتسيح لي يا دي انت وهو بتسيح لي. لا لا يا استاذ دوله بلاش البصه دي، والنبي ما تركز معايا، ركز مع الواد ميزو هو اللي سيح لك. عارف مين اللي سيح لك؟ اما انت قلت لي ميزو. خلاص بتسيح لي يا ده ميزو. ايه ده؟ مش حد غريب، ده الواد سعداوي بس وبعض رواد القهوه. بعض رواد القهوه؟ عارف تقول رواد دلوقتي؟ ومين تاني يا اسطى؟ وسواق الميكروباص وبعض رواد الميكروباص كنت راكب معاهم امبارح. ده انت سيحت لي في مصر كلها. ده انت ناقص كنت تسيح لي كمان في العاشرة مساء وبعض رواد اللي بيتفرجوا عليها. ماشي انا فراد. استاذ عادل، استاذ عادل، استاذ عادل، استغفر الله العظيم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عرفت ان الله حق دلوقتي؟ عايز ايه؟ انا اسف جدا يا استاذ عادل، كانت وزوزة شيطان والله العظيم. منهم لله التوأم الملتصق ده يا باشا، هم اللي ودوني في داهية. عرفت ان الله حق. بتطردني انت والمعلم بتاعك يا احنا اسفين يا استاذ عادل، اسفين اسفين. عرفتوا دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها نحس؟ النحس لا 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 لا، نحس يا باشا ما تقولش كده. اوعى تقول كده يا استاذ عادل قدام المعلم حلاوه. ايه المعلم حلاوه وعايز ايه يعني؟ ما اقولش ليه استاذ عادل؟ انا جايب لك نحتايه لوز الموز، لوز الموز. ثانيه واحده. اتفضل يا معلم حلاوه. اهلا وسهلا حلاوه. حلاوه عليكم السلام. خير؟ لا ما شاء الله، واضح عليها ده سعداوي، سماهم على وجوههم صحيح. مش قلت لك يا معلم؟ اتفضل يا معلم. ايوه خير، اتفضل. خير تحت امرك. خير؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. شوف انا عندي عماره ايجارها ملاليم، حاولت ان انا اجيب لها امر ازاله ما امكنش، حاولت ان انا العب في الاساسات بتاعتها عشان تقع برضو ما امكنش. ايوه مش فاهم يعني انت عايز مني ايه؟ لما الواد سعداوي الله يكرمه حكالي على كراماتك يا قادر، ونفسي بقى نفسك يبقى معانا. نفسي معاكوا ازاي؟ مش فاهم يا معلم. يعني سعادتك تشرفني وتقابلني عند العماره بتاعتي، تملس عليها بايدك الكريمه، يمكن ربنا يسهل وتقع عليا. كنت من الاول حاسس ان في حاجه مش مظبوطه كده يا سعداوي. ترى ايه يا استاذ عادل؟ الكلام اخده وعطى برضو. اخده عطى ايه؟ يلا اطلع بره انت وهو. اطلع بره. لا بلاش بلاش، والنبي بلاش، والنبي البصه دي. بلاش البصه دي. يلا بره. بلاش البصه دي، انا هدفع 20000 جنيه. 20000 جنيه. اتفضل يا معلم، اتفضل.
مش قلت لك يا باشا؟ مش قلت لك انا جاي لك في نحتايه لوز الموز؟ المعلم سويت هيظبط الدنيا. اه يعني انت عايزني اروح املس على العماره وهتديني 20,000 جنيه بس على شرط يعني اخد 10,000 الاول مقدم وال10 بعد ما العماره تقع يعني، وبعدين لو العماره ما وقعتش ال10 اللي انا خدتهم هيروحوا عليك. والله ما هتني لك كلمه عادل بيه. اتفضل. طب بالنسبه يعني للسكان اللي في العماره، ما كده ممكن العماره تقع عليهم يعني؟ لا ما تخافش، الراجل عندي ضمير، يوميها هاخدهم وافسحهم واعمل لهم يوم عائلي ومرجعهم واعمل لهم اللي مطلوب. اذا كان كده ماشي يبقى متفقين. انهيار عقار بالقرب من الهرم نتيجة انزلاق صخرة من هرم خوف. الله، حكاية بجد ولا ايه؟ عدم وجود اصابات او خسائر في الارواح لخلو العقار من سكانه. طب الحمد لله. طب وبعدين؟ ده الموضوع بجد يا اخوانا، الموضوع بجد. ايه يا عادل، هو ايه اللي بجد يا حبيبي؟ حكاية الذهب اللي غلي ده غلي بجد جامد يعني. يوه، ما هو كان لسه غلي الاسبوع اللي فات. يعني معنى كده ان انت بقى مش هتجيب لي خاتم الهدية اللي انت وعدتني بيه؟ انا كان نفسي اجيبه لك بس الذهب غلي على يدك اهو. ادي الله، وادي حكمتك. عمرك ما هتجيبه ولا هشوفه بعناية اصلا. مساء الخير. هلا، مساء النور. استاذ عادل موجود؟ ما كنت حيتك نقول له مين؟ حلاوة. استاذ عادل، استاذ عادل، ايدك الكريمة بصها. استاذ عادل يا معلم حلاوة، انت كنت فين من زمان يا راجل؟ الله يخليك. لا ما فيش حاجة يا معلم حلاوة. اتفضل 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 اتفضل. انت ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ دي صدف يعني، مش حقيقي. مش صدف ايه؟ صدف ايه يا راجل يا قادر؟ اتفضل. ادي ال 10,000 جنيه بقية المقاولة، ودول 2000 جنيه زيادة كمان من عندي. ايه عادل، كل الفلوس الجامده دي بتاعت ايه دي؟ دي بتاعت حاجه كده يعني، اقول لك عليها بعدين بعدين بعدين. هي دي المدام؟ ايوه حضرتك. واضح انك محظوظه يا عادل بيه. يا ست هانم، انت لازم تفتخري بجوزك. انا طبعا بتفشخر بجوزي جدا، بس ايه المناسبه؟ يا ست هانم، جوزك عليه نحس ما بيخيبش ابدا. انت بتقول يا راجل انت يا خرفان، انت ايه ده؟ زي ما بقول لحضرتك كده، حط ايده وملس على العماره بس جابها انقطقط. اه الراجل اللي بيخفر الطرف ده على دماغه ده يعني عجيب. متشكرين قوي معلم حلاوه. اتكل انت على الله، اتكل انت على الله. الله 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 الله، هي الست هانم ما تعرفش ايه اللي انت بتشتغل ولا الخدمات اللي بتاديها في البلد؟ لا معلش، سيرها بكره تعرف. عموما الى اللقاء في عمليات قادمه. مع تحيات حلاوه. حلاوه مع السلامه. مع السلامه معلم حلاوه. مع السلامه. انت اتكل انت على الله، اتكل على الله. مع السلامه. ايه بقى ايه بقى ايه بقى حلاوه؟ حلاوه اللي بيقولوا ده بجد وحقه حقيقي؟ صراحه يعني يا رانيا، انا نحس. انا نحس. نحس؟ انت نحس يا عادل؟ يعني معنى كده ان انت اللي نحس البيت اللي احنا فيه ده؟ مش ممكن. ايوه يا رانيا، بس يعني النحس بتاعي بيجيب فلوس اهو، اقدر اعالج بيها النحس اللي هو انا نحس بيه البيت من خلال الفلوس اللي هي جايه من النحس اللي هو بره البيت وادخلها جوه البيت على النحس اللي هو الفلوس دي. ايه رايك؟ فلوس فلوس. لا طب اسمحوا، طول ما احنا عايزينك انا مستغرب. لا لا، ما انتوا غلطانين بقى، انتوا مش خلاص خلاص. السلام عليكم. ايه في ايه؟ مالكم؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ مش هتبطل الحركات اللي بتعملها دي عشان ربنا يكرمك؟ ايه يا ماما، حركات ايه اللي انا بعملها؟ في ايه اللي حصل مني؟ ايه اللي حصل منك؟ مش عارف بتهبب ايه؟ انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان، انت اللي نحسني. قعدتك في البيت نحساني ما بيعيشليش عريس. حتى ما جيت اللي عمال اقول يا رب تتجوز عشان تمشي من البيت وتوسع، انت بتخلي العرسان يتفشوا منها. شات اب يو شات اب. ايوه يا عادل، انت معاك حق بقى، بس هي معاها حق من الراجل اللي انا كنت بحبه وبموت فيه، واخد قلبي وراح راح راح، ومن ساعتها من ساعه ما انت عملت اعجابات بيه وهو دخل في النعشان وما طلعش منها لغايه دلوقتي. انا اعمل لك ايه يعني يا حماتي؟ ما انت جايبه عريس مده صلاحيته منتهيه. كلام يا اخويا. لا طبعا، انت اللي عملت نقان عليه. نقان؟ في حاجه اسمها نقان اصلا؟ طب استنى بقى يا ابي، فاكر اللابتوب بتاعي اللي باظ وانت خدته بقى علشان تصلحهولي؟ ايوه. طب ما انا خدته فعلا وصلحتهولي، قلت لي كان مهنج باين. ايوه، انت بقى لما جبته وقلت لي عليه خلاص بقى زي الفل. طيب ما فعلا كان زي الفل. انت قلت لي كده من هنا وهوب راحت الكهرباء عليت عليه من هنا وولع. يا سلام، يعني انا السبب في ان الكهرباء بتعلى؟ الكلام ده تروحي بقى لوزاره الكهرباء قولي لهم ليه بتعلى وتوطى. طب انا بقى يا بابا،
فاكر ساعة لما جيت قلتلك في يوم ان انا حليت كويس في امتحان الماث؟ ايوه فاكر جدا، وقلتلك المدرس بتاع الماث ده مدرس شاطر جدا. ايوه اهو في يوميها بقى ساعة لما قلت كده مسك في ماث ومرضاش يسيبه لحد دلوقتي. ياسمين عيب نتأدب، ازاي تكلمي بابا بالطريقة دي؟ احترمي ابوكي اكتر من كده، عمال تشوحي بيدك وانتي قاعدة. عادل يا نحس يا فقري يا اللي نحس البيت كله، انا مستحملك عشان انت اخويا من لحمي ودمي، كلنا مستحملك عشان محسوب علينا، لكن توصل يا عادل انك تصدر النحس برا البيت؟ لا محبش الفضايح. وانا اعمل لكم ايه يا جماعه؟ دي حاجه ربنا وهبها لي يعني، وبعدين عليا طلب زياده. عيب اللي انت بتقوله ده، عيب قوي ان انت تقول عليك طلب زياده، اصلا انت بتعمل عمل غير اخلاقي. غير اخلاقي ليه؟ دي موهبه يا ماما، والناس بتقدر الموهبه وبتدفع. على فكره بقى الفلوس مش كل حاجه، في حاجه اسمها اخلاق، قيم، مبادئ. يا سلام، الفلوس مش كل حاجة، انت عارفة الذهب وصل لكام دلوقتي؟ وصل لكام يا عادل؟ غلي قوي. تعالي تعالي. فاكرة الغويشة الذهب اللي انت كنت عايزاها؟ هموت عليها، هموت عليها يا عادل بجد. هتهاني يا عادل والنبي عشان خطري بقى. بقت ب8000 جنيه. بتهرب يا عادل؟ عادل هتجيبها لي يا بيبي؟ طبعا هجيبها لك طبعا. عادل عادل استنوا استنوا استنوا، من فضلك انا بقى عايزه اشوف الكوليه اللي انا شفته في البترينه امبارح تحت البيت. اللي هو الذهب الصيني ده. حاضر يا حماده. وانت عايزه ايه؟ انا بقى عايزه سلسله عليها ميكي كده بالذهب. عادل عايزه خلخال بدلايات. خلخال بدلايات. انا بقى عايزه لابتوب جديد. لابتوب جديد ماما. انا عايزه بنطلطيف. بنطلطيف ماشي ماشي، بنطلطيف لابتوب كوليه. كل ما اطلب حاجه لازم حد يتحشر، يعني ما ينفعش ليا حاجه لوحدي. ما هم برضو عيلتي. معلش يا رانيا لازم اجيب لكم كلكم. طب لو جبت لكم كل الحاجه ابقى نحس برضو؟ لا طبعا. دي بتبقى صدف يعني. يا مسهل يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا، ازيك يا معلم حلاوه؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا الان. لا مؤاخذه استاذ عادل، احنا محتاجين كرامتك معانا شويه كده. عناية ليك يا معلم حلاوه، بس خلي بالك انا عليت سعر يا معلم، انا تاثيري قوي دلوقتي. يا سيدي ولا يهمك، عليت سعرك عليته عليته مش اشكال، المهم نخلص. ماشي تحت امرك. ايه الموضوع؟ اعرفك الاول. بابا. يا سلام، الدنيا مليانه معجزات فعلا. اهلا وسهلا. بص بقى يا سيدي، الموضوع من غير لف ولا دوران، بقى بابا ده متجوز بنت صغيرة وكل يوم تصبحه وتمسيه بعلقة، ربنا لا يوريك. ايوه طب وهو يعني سكت لها ليه؟ البنت عافية وما يقدر على القدرة اللي خالقها. ماشي، أنا إيه المطلوب مني يعني؟ ولا حاجة، أنا عايزك تروح تزور بابا في البيت وتبص بص على مراته، ومش طالب منك أكتر من شلل الرعاش. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا معلم؟ إيه 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 أعمل إيه وشلل الرعاش؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده ربنا هو اللي بيسبب الاسباب، انت مالك انت؟ ايوه انا مش عايز ابقى سبب في اذيه بني ادم يا عم. انت بتقول كده دلوقتي بعد ما اجيبك دافي من الفلوس اللي انت خدتها؟ يا معلم حلاوه افهمني، انا مش نحس، دي هي بس بتبقى صدف يعني، لكن انا مش نحس، مفيش حاجه اسمها نحس يعني يا معلم، وانت دايما حاضر. الو. ايوه انا المعلم حلاوه. ايه بتقول؟ ايه مخزن الخشب بتاعي لسه ولا حالا دلوقتي؟ ايه خير يا معلم؟ خير؟ وهيجي منين الخير؟ انا عارف من الاول ان معرفتك مش هتجيب خير ابدا. يا معلم انا مش نحس يا معلم. يا جماعه انا مش نحس، انتوا فاهميني غلط يا معلم، انا مش نحس. يا سعداوي يا جماعه مش نحس. يا حاج انا مش نحس يا حاج، انت تصدق ان انا نحس؟ تصدق يا حاج انا ناسي حاجه؟ الموبايل؟ لا الموبايل معايا، المفاتيح في جيبي. بابا بابا مش معايا. وما بابا 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 انت عملت ايه بابا؟ انا جايبي هنا شغال. والله ما اعرف، ما هو شغال اهو يا عم، وبيوصل اكيد الشحن مثلا خف ولا حاجه.